مصير احسن ماكله اللي كتعجبك من المغرب هي المرميطه. مرميطه احسن مومنت اللي كان عند معك مع المنتخب؟ هذه سهله، هذه كوب دي مون. الا سولك شي صاحب وقال لك تنصحوا بشي بلاصه في المغرب، اش من بلاصه تنصحوا في المغرب؟ البلاصه فين جاي الوالدين ديالي من تطوان. تطوان امتين. الا كان خصك تشرح بلادك بكلمه واحده شنو تقول؟ كلمه واحده وواحد غير واحد كلمه. واحد كلمه. 100%. الا ما كنتيش لاعب كره القدم شنو تكون؟ نكون ما نعرفش كيف تقولها بالعربيه لاير. شنو احسن شنو تكون اسطوره من بلادك؟ من بلادي وقيله حجي. حجي مصطفى حجي. واللاير سميتو ولا نزيدو زيد. خمسه اللاعبين من البوندسليغا اللي خصك تختارهم تلعب معاهم في الفرقه شنو تاخذ؟ نلعب مع امين ادلي، مع عندي جمال موسيالا، مرموش، باقي شحال عندي؟ واحد ياك؟ جوج. ليروي ساني و ذا جوت مانويل نوير. صافي صافي لحفتك.